ومع القارئ الشيخ محمد مصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف ومن قل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
يخليك يا سيدنا، يبارك فيك، الله يخليك. وبتل اليتامى وبتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا عليهم فليتقوا الله
فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. شهادة التأمين الربانية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تلا علينا القارئ الشيخ محمد مصباح المقيم بأبو رزق مركز ديار بنك. شاكرين إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلات أبو غنيمة. كإما إني لأشكر لعمالقة الفراش الذين توفدوا إلينا من القاهرة والجيزة، حج أحمد إبراهيم، حج أحمد أبو عميرة، حج سعيد سامي محروس الصغير، حج سعيد هيكل. أشكر أيضا القارئ الشيخ محمد سعيد علي جمعة، الشيخ محمد دودة متولي، والإذاعي الكبير مولانا الشيخ عبد اللطيف العزب وهداد. كما أشكر أيضا لكل من شرف بالعزاء.